الدروس الخصوصية في أمريكا. تعالوا نعرف إيه هي الدروس الخصوصية في أمريكا. حلقة جديدة من هاني وموريان في بلاد الأمريكان. الحلقة دي هتبقى سريعة شوية. هو يا موريان في دروس خصوصية في أمريكا؟ في دروس خصوصية في أمريكا. طب دي ازاي وفين ومنين وبكام والحوار الظريف ده؟ دروس الخصوصية هنا في أمريكا مختلفة شوية. هنا احنا قلنا مليون مرة ان اهم حاجة عندهم هو الطفل، يعني الطفل ثم الطفل ثم الطفل ثم الطفل. فالطفل هنا عندهم بيبقى له اهتمام غير عادي. لو في المدرسة مستوى ابنك ضعيف، في مثلا هنا بيهتموا بحاجتين في الابتدائي، بيهتموا بحاجتين القراية والحساب. يعني من كل ما هو بيطلع حضانة ابتدائي اعدادي ثانوي، اهم حاجة عندهم القراية والحساب. القراية هو لو مستوى ابنك قليل في القراية هما بيجيبوا حد معاه يقراه، يعني بيقعدوا حد معاه في المدرسة مثلا مرتين في الأسبوع، ثلاث مرات على حسب احتياج الطفل. لو مش هو على الليفل بتاع مستوى القراية بتاعه، هنا بيمشوها بالليفل، كل طفل له ليفل. مثلا لو السنة الدراسية عايز يبقى هو 28 وهو أقل من 28 ليفل، طبعا هو المدرسة اللي بتحدد الليفل بتاع الطفل ده ايه، ويبقى فيه كام أكتر من أنا اتكلمت عليه قبل كده، بتديله إن هو يقعد يقرأ كتب. فأنا بالنسبة لي درس خصوصي في القراية ده ملوش لازمة. هو المهم بالنسبة لي هنا في أمريكا الدرس بيكون في الحساب. ففي عندنا مركزين بيدوا دروس الحساب، من الحاجات المهمة جدا، والحساب ما بياخدوه مش من اللي احنا كنا بناخده في مصر. انا واحدة خريجة تجارة جامعة المنصورة وبتقدير جيد، يعني الحساب اللي احنا بناخده ده غير اللي احنا المتعارف عليه دوليا، يعني انا ما اعرفش اللي هم بياخدوا. انا ابني سنة خمسة وبنتي سنة ثالثة، لا الحساب مختلف. انا ما باجي اقعد اذاكر لهم، يعني انا اشتريت دماغي بصراحه، يعني انا كنت بقعد اذاكر لهاني لما كان في الجامعه، كان الجبر وكذا كنت بحل له المسائل بتاعته. فدلوقتي لا، ما اعرفش. كان الحل الامثل ليا ان انا اختار بين حاجتين، كان في حاجه اسمها كومون وفي حاجه اسمها ماسيديزم، او مش عارفه انطقها صح ولا هي اسمها ماسيديزم، يعني صح ماسيديزم هو الواد الفن اللي بنطقها صح. المهم يعني فدول حاجتين. الكومون دي شركة كبيرة وليها A1 100 number وليها فروع في كل حتة تقريبا. الكومون اغلبية اللي ماسكين هو بيبقى عبارة عن ايه، زي اسم كده انت بتروح تشتريه بقى سنتر، بتجيب اوضة في محل او محل، يعني بتحط كراسي، ده الدروس الخصوصية، بتحط ترابيزة، يعني زي ما الترابيزة كرسي وكرسي المفروض، يعني ان هو ابنك مدرس قدامه. انا دخلت شفت الكومون مع مارفيلا، يعني مارفيلا بطيئة فأنا عايز حاجة تنميها، فأنا قلت هديها حساب وقراية، مع أن أنا مش موافقة على حكاية القراية، بغير أن أنا استرخصت الكومون بصراحة. الكومون السيشن ب 130 دولار، يعني السيشن يعني المادة، الحساب ب 130 أو القراية ب 130 بتبقى عبارة عن ساعة في الأسبوع. لو هو بياخد السيشن في الكومون لا ساعة، يعني ساعة في المرة، فهو بيقسم له الساعة دي نص حساب ونص قراية ب 130 و 130، يعني 260 دولار في الشهر لو هياخد قراية وحساب. ده لو الطفل اللي هو من مرحلة كينا جاردن بياخده من سنة تانية لغاية سنة 12، نقول مثلا من سنة تانية لغاية سنة 5 مثلا، لغاية اللي هم الابتدائي. احنا هنا الابتدائي عندنا في برنس ويليام لغاية سنة 5 من السنة ستة، فده بياخده يدهولهم. المسدس الكومون بيديهم هومورك، الكومون بيدي هومورك، الكومون بينزل مستوى الطفل. يعني مثلا لو هو ليفل مثلا 28 في القرايه، هو ممكن يديله من 24 ويبتدي يشتغل معاه لغايه لما يعمل. بصراحه كانت اللي ماسكه السنتر كانت ست هنديه، انا ما عجبتنيش النظام. هو عباره عن نظام كتاب، انا دخلت وبصيت، هي عباره عن اوضه زي اللي انا قاعده فيها دي كده، متقسمه ترابيزات ترابيزات ترابيزات، والمفروض ان هو يعني اللي انا واخده ان بياخد في الماسديزم، فالمفروض الكومون يبقى هو الكرسي وقدامه حد قاعد معاه، لا ده دول كلهم عيال، وهي واقفة لابسة مريالة كده، واقفة بتمشي عليهم ناقص لها العصاية، وتبقى بالظبط زي مدارس مصر. فده ما عجبنيش.
يعني ده ما عجبنيش خالص. طبعا غير الريحه بتاعت الهنود دي خليها في حته تانية. خلي بالك اللي بيبقى ماسك السنتر ده مين، هل هو امريكي، هل هو باكستاني، هل هو هندي، فده مستوى التعليم اللي ابنك هيوصله. السنتر ما بيبقاش بيبقى على حسب التعيينات اللي موجوده فيه، يعني لو حد هندي هيجيب كل الهنود، لو حد امريكي هيجيب كل الامريكان. والاونر، لان الاونر بيتغير كل فتره لفتره في الحاجات دي، فنخلي بالنا من ده. يعني بص الريت بتاعه، يعني مثلا ممكن تشوف الريت بتاع الكومون بتاع جينيسفيل غير الريت بتاع الكومون بتاع بريستو، فعلى حسب اللي ماسكه السنتر دي مين. فالاغلبيه هنا عندنا في فيرجينيا هم هنود اللي ماسكين الحكايه دي. تعالوا بقى للماسديزم. الماسديزم ده انا بصراحه انا بحبه، هم ناس بيقعدوا ترابيزه لترابيزه مع ابنك. انا ابني في سنه خمسة بياخد حاجه ميدل سكول. انا مش بقول انا جت فتره انا بقول هاني انا بدفع فلوس على الارض وخلاص، يعني انا مش حاسه بفايده. فجيت بقول لالفين لا يا الفين بلاش نروح، فانا لقيت ان هو بدا يتضايق ان انا بقول بلاش نروح يعني. فانا حاسه ان هو يعني بياخد كتاب، هما بيبقوا عاملين منهج سواء كومون او المسديزم، بيبقوا عاملين كتاب. بس انا هتكلم على المسديزم لان دي تجربتي مع المسديزم اكتر. هما بيبقوا عاملين له فولدر كده بيخش، هو ليه 8 حصص في الاسبوع في الشهر، سوري 8 حصص في الشهر. انا ماضي عقد بكده، يعني هو النظام بتاعهم انت بتمضي عقد. الكومون بيديك سيشن، السيشن حصه ساعه ب $130 السيشن. المسديزم مختلف، المسديزم اغلى. المسديزم بيخيرك 8 حصص ولا 12 حصة ولا 10 حصص. الحصة على ايام كنت جايبها الالفين من 4 سنين فاتت او 3 سنين فاتت كانت $32، النهاردة الحصة الواحدة في حدود 30 او 40 يعني $35-$40 على حسب الاونر بيرت وعلى حسب انت ممكن تتكلم معي ينزلها لك ايه. في بيبقى فيز في الاول كده انوال فيز السبلايز والكلام ده، كومون بيحاسبك عليها $100 او حاجه او $50 زياده. بتوع مسديزم بيعملوها لك ويف، يعني بتبقى المفروض تدفعها بس هو ما بيقول لك ايه بيعملها لك ويف. يعني ده اللي عمله معايا لما رحت ساعه الفين، هو عمل لي الويف بتاع اي سبلايز تاني، هو دفعني الشهر بس اللي هو كان الفين داخل فيه. اللي هو بيديله منهج بقى، تعالوا نتكلم عن المنهج. هو بيديله منهج، انت في سنه كام مثلا؟ في سنه ثالثه بتاخده مثلا الضرب والاسم، فهو هيديله الضرب والاسم وهيديله جزء من سنه رابعه. ده اللي بيعمله المسديزم. بيفضل هو كتاب، هو بيقعد يحله، لو بيلاقي صعوبه المدرس بيجي يشرح له الحاجه. اي هوم ورك بياخدوه في المدرسه هو بيجي يحله له، غير الكومون. الكومون هو بيدي لك واجب انت لازم تحله، ملوش دعوه بواجب المدرسه، هو لازم يدي لك انت كمان واجب انت تحله. المسديزم انا بطلب منهم قبل الاس او ال لما بتيجي، يعني دايما الاس او ال امتحانها في شهر 5، فانا باجي اقول له لو سمحت من شهر 4 ابتدي اقعد معاه في الاس او ال. انا طبعا بكون طبعا الاس او ال مع الفن وببقى اقوم ايه حلها. بنجيب مثلا مساله 85 نفضل قاعدين نقعد نحل. هو بارت عليك وبارت على الـ على الـ على الدرس، مش معنى ان بتدي له درس ان خلاص يعني. وكمان بتشوفها في الريبورت بتاعه، هنا كل 3 شهور بتعمل ريبورت وبتعمل تقرير، والمدرس لو في حاجه قليله وحشه او حاجه بيجي يتكلم معاك وبيقعد معاك. عشان دايما انا بقول لك ان هي اول محادثه بينك وبين التيتشر دي مهمه جدا، اللي بتحصل دايما بعد المدرسه لو اول شهرين ده بيبقوا يقعدوا يتكلموا معاك، فدي اول مره مهمه بتبقى قاعده تقعد مع مدرس تفهم هو انت عايز توصل ابنك لايه وابنك ده مستواه ازاي. فبعد كده اللي بتحصل في شهر 2 او بتحصل في شهر 1 دي ممكن ما تكونش مهمه، بس هي اول واحده اللي بتحصل في شهر 11 دي بتبقى مهمه، تفهم ابنك مستواه فين ورايح لفين. فالماسديزم من الحاجات الحلوه اللي انا جربتها، هو تقريبا الفين بياخد في الشهر $240. ف لما بيبقى اكتر من طفل الكومون ما بيديش خصم، يعني الكومون ما بيدكش خصم. الماسديزم هو عمل معايا حركه حلوه قوي في مارفيلا. انا بصراحه انا ما كنتش هدفع 250 تاني، لان ده هيبقى كتير عليا 500 في شهر الاثنين دروس كتير. فانا كنت بتكلم معاه انا مش هقدر ادفع ده، قال لي طب انا ممكن اعمل لك حاجه حلوه، هديك الحصه بدل ما ب 35 هديها لك ب 30 يعني ولا $27 صح؟ يعني هو اداني الحصه اقل، يعني ممكن نقول $10 اقل فيها. فهو بصراحة عمل معايا خصم فاداني المارفيلا اقل في السعر، واداني بدل ما يكون 8 حصص 6 حصص، هو ممكن يدي 6 يعني على حسب، ممكن نسال على الاوبشن ده 6 حصص في الشهر. فكان بياخد في مارفيلا $150 او $160، عما كان بياخد في الفين $250.
فده السعر. هو بقى بيبقى بيفيدوا العيال ولا لا؟ انا عن نفسي شايفه افاده في الحساب، لان هو قلب ما بياخد ان هو في سنه خمسه، هو واخد سنه خمسه دي من السنه اللي فاتت، هو بياخد النهارده سنه سته، بياخد حاجه سنه سته. وهم كمان الميزه عندهم ان هم بيجيبوا عيال صغيره في السن تقعد تساعدهم، يعني بتلاقي عيل تين ايجر ثانويه عامه اللي هم مسموح له يشتغل، ان هو قاعد بيساعد ابنك ده، يعني مش لازم يكون مدرس جهبذ عنده 60 سنه ولا 70 سنه. فنخلي بالنا ان كل سنتر له التقييم بتاعه. يعني انا هنا لو دخلت على المسديزم، انا كنت بدور عليه الصبح، فده المسديزم ده الاب بتاعهم او الصفحه بتاعتهم. هيخش على فيسبوك حط الاسم، هتلاقي كل الفروع بتطلع لك، شوف انت ساكن في منطقه ايه هتلاقي لك الفرع بتاعهم. ف والريت بتاعهم ازاي، يعني خلي بالنا برضو ده زي ريت المدارس كده. يعني مثلا بتاع هي ماركت اللي احنا قاعدين فيه ده، ده واخد 4.9 من 10 من 5، يعني الريت بتاعه 4.9، فده كتير يعني، ده حلو بصراحه. الناس هناك زي الفل، يعني انا بقالي 3 سنين معاهم، ف يعني كويسين جدا. انا شايفه بيج امبروف لالفين. المنهج هو بيبعت لي كل سنه هو بياخد ايه، يعني هو كل سنه في بدايه اول كل سنه انا بروح اتكلم مع الراجل، طب هناخد ايه السنه دي، فبيبعت لي المنهج. طبعا انا ببقى عامله نفسي ان انا فاهمه، طبعا مش فاهمه هو بيديله ايه بصراحه. فبياخد انا وانس ان درجات ابني كويسه ايه او ايه بلس او اللي هو ادفانس، والاس او ال بتاعه بيبقى معدي الابف ال 500، ده بالنسبه لي حاجه كويسه. فنخلي بالنا الاس او ال بتاعنا كمان جاي كمان 3 شهور اهوت، لازم نخلي بالنا اللي عايز ابنه يبقى شاطر في المدرسه، اللي عايز ابنه ياخد كريدت من السكول من الجامعه للهاي سكول والكلام ده، فهو انت بتبتدي ان هو بياخد حاجه ادفانس من هو سنه صغير. يعني بمعنى قد ايه، انا قلتها قبل كده، في سنه خمسة بتعمل امتحان بعد الاس او ال، لو هو جايب اكتر من 500 من 600 في الاس او ال اللي هو الاي تقييمهم اللي هو الاي، من 500 ل 600 اعلى، من يعني اعلى من 500 بيحطوه في امتحان تاني. الامتحان التاني ده بيبقى عشان هو رايح الميدل سكول، فالامتحان التاني ده بيقول لك ايه بقى، مثلا هو هياخد الحساب مثلا السنه الجايه سنه سته، وهو عدى الاس او ال السنه دي اكتر من 500 وعدى الامتحان التاني اللي بتعمل. طبعا الامتحان التاني بيكون اصعب، فنخلي بالنا النقطه دي ما نضغطش على عيالنا، علشان ممكن الامتحان التاني بيكون اصعب الطفل ما يقدرش يعدي فيه. فلو عداه ويعني وكان شاطر وجاب درجه كويسه في الامتحان التاني، فهو في سنه سته هيديله الحساب بتاع سنه سته ونص الحساب بتاع سنه سبعه، نص الحساب بتاع سنه سبعه. الدروس الخصوصيه هنا لازم نبقى واخدين بالنا، هي في اماكن فلوس على الفاضي وفي اماكن لا، في حاجه هتفيد ولادنا وفي حاجه لا. مفيش ساينس، انا ما شفتش درس لغايه النهارده ساينس، هو قرايه وحساب. الحساب انا نصيحه مني، لو انت ابنك شاطر في القرايه او القرايه المدرسه هتساعدها، والقرايه بيك اب انت ممكن كل يوم تخليه يقرا اي حاجه دي هتساعده. اطبع الاس او ال بتاع كل سنه السنين فاتت، لان هو الامتحان حاجه والقرايه حاجتين، بس مش عارف يقرا. لا مش قصه، مش قرايه، ده قرايه وجرامر وبيخلوا له سبيتش بتاع اللي بيكتبها والاساي اللي بيكتبه ده كمان، لا بيبقى فيها فيلم كده. يعني انا امبارح كان هاني بيكتب باراجراف كده، قلت له لا شكل الباراجراف ده مش عاجبني غيره. هما بيعلموا العيال هنا على البورد والاكسل والكلام ده من هم صغيرين، فخلوا بالكم موضوع القرايه. هو مهم بس مش مستاهل، مش مستاهل درس. الدرس هديله القطعه ويعملها. انا وريتكم الكتب بتاعه كاسكو او بي جي، ممكن نروح نشتريها او من امازون نجيب كتاب ويقعد يحل فيها القطعه الاملائيه اللي احنا زي ما بنقول عليها في مصر دي. بس الحساب انا من تجربتي الشخصيه، انا رحت الكومون انا ما عجبنيش، انا ما دخلتش البنت فيه، يعني انا واحنا قاعدين اوكي. فانا جيت قلت لما هو انا كنت هودي حساب بس مش هودي قرايه، فهي كانت هتديني 130. طب انا قلت لو انا لو هدفع كمان يعني 50-60 دولار زياده، بس ابقى انا عارفه هي هتاخد ايه، طب انا اوديها. لما اتكلمت معاه ولقيته بيديني السعر زي ما انا عايزه، فانا وديتها المسديزم. اي نعم ساعات اقل، يعني 6 ساعات بدل 8 ساعات، بس ده انا عايزه حاجه بس تنشط او تسرع الاداء، مش حاجه تكون بروفيشنال. انا ما قدرتش اغير العقد بتاع الفين، ان احنا بنمضي على العقد. خلي بالكم انتوا بتمضوا على العقد، لما بتروح تسجل ابنك عندهم انرولينج معاهم يقول لك انرولينج ناو، فانت بتمضي على العقد. انت خلاص خرجت مثلا عايز توقف
السنه دي وترجع. انا بوقف دايما من شهر 6 لشهر 10 دايما، يعني من شهر 6 هنخرج شهر 6 ونرجع شهر 10. فهو ما بيحاسبنيش على الفلوس دي وما بيدفعنيش فيز ان انا اروح وارجع مثلا او حاجه، لا بيبقى يقول لي انت براحتك اخرجي وقولي براحتك. بتوع المسديزم عندهم يعني بروفيشنال شويه، يعني اعملي اللي انت عايزاه، اللي انت عايزاه احنا حسب راحتك يعني. الكومون لا، الكومون مش كده. فنخلي برضو بدل النقطتين دول. اي استفسار في حكايه المدرسه؟ انا كأم ده اللي يعني اللي اقدر افكه فيه، انا مش خبيره قوي بس ده حاجه كأم انا بتابعها مع عيالي، لان انا بالنسبه لي اهم حاجه التعليم ثم التعليم ثم التعليم. انا ما بحوش فلوس، انا بحوش في ولادي. انا ما بستثمرش في حاجه، انا بستثمر في ولادي، لان دول تعبي وغربتي، دول دول اللي بكره وبعده هشوف نتيجتهم. ناس تيجي تقول لك لا انا ما ادفعش فلوس دروس، طب انا اوفر لهم في فلوس الكليه احسن. هنتكلم طبعا في حلقه عن في الكليه والكلام ده. بس ابنك لو خد منحه وكان شاطر هيوفر عليك فلوس الكليه، يعني هي ضرب مضروب. انا بصراحه انا عملت المسديزم عشان كده، انا قلت المسديزم لو هو تفوق في الحساب مثلا وخد درجات كويسه هو ممكن بكره وبعده ياخد منحه معينه انا ما بكونش عايزاها. يعني انا بدفع تقريبا في السنه 3000 لكل عيل فيهم، ولو عين لو حاطتهم في فيرجينيا 29 او حاططهم في سايت شير او حاططهم حاجه للكليه بتاعتهم هتكون احسن. فيرجينيا 529 هي فيرجينيا 29، ما عنديش مشكله. انا بقى هي طلعت من بقي كده فهتثبت على كده. فالحاجات دي هنتكلم بكره في الحلقات الثانيه جايه كتير عليها. استثمارنا ولادنا، استثمارنا في ولادنا، خلي بالنا من ولادنا، احنا هنا عشان ولادنا. ما تبخلوش عليهم بفلوس، ما تقولوش فلوس ترمي على الارض، جرب مش تخسر حاجه. اصل هو مش هيدفعك، مش انت مش ملزم انك تخلص كل عقد معاه. في بس خلي بالكم ممكن هو يحط لك شرط لازم تخلص الكونتراكت. يعني هو بتوع المسديزم يقول لك اول 10 شهور، بعد ما تتم 10 شهور معايا اعمل اللي انت عايزه. فخلي بالك برضو النقطه دي، هم اذكياء في النقطه دي، مش مثلا اجرب شهر هنا وبتاع، لا انت ممكن تقول انا عايز اجرب حصه او حصتين وبتدفع له فلوسها سيبريت مثلا، وبتشوف ابنك ده برضو على حسب السنتر، على حسب الفليكس بتاع السنتر. يعني في ممكن يكون سنتر بيزي جدا ما عندوش مكان مش هيرضى ياخدك حصه او حصتين، وفي سنتر يكون مثلا فاضي ما لهوش ضغط. ودايما مواعيدهم بتبقى من 3 ل 8 او من 3 ل 7 على حسب المواعيد. هم فليكسبل في الحكايه دي، يعني النقطه اللي نتكلم فيها كمان ان هم مش لازم مثلا احنا كنا بناخد في مصر ايه السبت وثلاث الدرس، لا او اثنين وخميس او حد واربع، لا هو انت هنا على حسب ما بتكون فاضي بتروح تودي ابنك الساعه ويجي. يعني مثلا ممكن مرتين في الاسبوع، ثلاث مرات في الاسبوع، ممكن تخلي الثمان حصص كلهم في اسبوع ورا بعض، وهم بيدوا لهم دايما قافلين الحد فاتحين السبت نص يوم، والجمعه بيبقوا قافلين على حسب السنتر ساعته وماشيين ازاي. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم واستفادوا منها باي حاجه صغيره، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، واي اسئله تحت امركم. باي باي.